السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سوء الظن ده حاجة بشعة جدا، اللي هو انت هتتفهم غلط وكلامك هيتفسر عكس نيتك تماما، وبناء على سوء الظن ده بيكونوا صورة مش صح عنك، وفكرة ان انت مظلوم ومش قادر تدافع عن نفسك فدي حاجة متعبة جدا، وبتكون في حيرة ما بين انك عاوز توضح نيتك السليمة وتعاتبهم على سوء ظنهم، وبين انك مصدوم من رد فعلهم الغريب وكأنهم مصدقوا يطلعوا العيب فيك. فما تحاولش انك تعيش حياتك بتدافع عن نفسك وصاد هجوم الناس عليك او ظنهم السيء فيك، عمرك هيتسرق وطاقتك هتخلص وهيركبك الهم والغم، والحياة أصلا صعبة لوحدها. فوضح موقفك من الأول علشان لو في سوء فهم يروح. مريض سوء الظن ده ملوش علاج، فوضح مرة واحدة إن تحسن الظن بالناس يحسن الناس الظن بك.